والأب الروحي للعبة والخبير العالمي لجيت كوندو كابتن محسن أمين. النهاردة حابين نعرف إزاي يا فندم حضرتك شايف الدورة النهاردة، الانطلاق الحقيقي لرياضة بروسلي على مستوى القارة الأفريقية. الحمد لله، أولا أهلا بيك سيد بي، أهلا بيك. طبعا الحمد لله النهاردة المشروع باين بنجاح تام بإشراف الاتحاد الدولي على الاتحاد الأفريقي اللي هو عاشور. الحمد لله نجاح كويس عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق الاتحاد الأفريقي. مجموعة جامدة من المدربين والحكام حضروا، مش عارف عددهم بصراحة، مش عارف يعني ما قفزتش العدد بتاعهم، يعني الناس كلها حابة جيت كوندو، كل الناس متفاعلة معنا جدا، عدد ضخم جدا من المدربين والحكام جم. النهارده كان يوم ممتع، كان معنا مستر يوكسل من تركيا ومستر عبائي ومستر عبد الواحد، لجنة فنية كاملة برئاسة كابتن أحمد عبد اللطيف، ومعنا طبعا الكابتن أحمد سعيد حكم مصر الدولي رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لجيت كوندو. الحمد لله أول يوم في الدورة عدى بسلام وكويس جدا. طبعا احنا عندنا بكرة عملي، إن شاء الله هنبذل مجهود في إن احنا ندي للناس أعلى مستوى للشغل، تكنيك حركة كامل، حيث إن هم يستفادوا واستفادة كاملة بإذن الله إن شاء الله. النهاردة كان في أكتر من وجه نسائي موجود في الدورة، وأرجع تاني وأسأل حضرتك على المشاركة النسائية النهاردة في طول أو في الدورة الأفريقية. احنا عندنا مشاركة نسائية كبيرة جدا، عندنا حكم وعندنا مدرب، كلهم بيتشاركوا على رفع مستوى وأداء اللعبة. في ناس مدربين عظماء وناس حكام عظماء شغالين إن هم ينشروا اللعبة على مستوى جميع محافظات مصر، غير ان انا اكتشفت النهارده ناس جايه من الجزائر، ناس جايه من السودان، سيدات. الحمد لله اليوم كويس جدا، مر بسلام الحمد لله، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله.